آلاف الآثار الإسلامية اللي موجودة على أرض مصر ومناطق كتير اتسموا على اسم الأثر اللي موجود فيها. النهاردة هحكي لكم حكاية أثر النبي. أنت الذي من نورك البدر اتسى وتزينت بك قد سمت الوراء ده من واحد من اهم الجوامع اللي موجودة في مصر، اسمه جامع اثر النبي. تعال اقول لك ليه تسمى جامع اثر النبي. سنة 707 هجرية اتبنى مسجد اثر النبي على ايد الامير المملوكي تاج الدين محمد، واللي كان في زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. واثناء الزيارة سمع الامير تاج الدين محمد ان قبيلة بني ابراهيم، وهي احدى قبائل مدينة ينبع اللي بتبعد عن المدينة المنورة حوالي 150 كيلو، ان عندهم اثار للنبي صلى الله عليه وسلم بيتوارثوها ابناء القبيلة جيل بعد جيل، واللي قدر يشتريها منهم بحوالي 100,000 درهم. الاثار دي كانت مصحف بخط امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وادوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي طبق ومكحلة وملقط لاستخراج الشوك، ولوح حجري كان بيستخدم لصناعة الاحذية. وبعد 7 قرون اللي فضل موجود في مسجد اثر النبي هو لوح حجري مائل للحمرة، وعليه اثر قدم يقال انها لقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، واللوح موجود داخل حجرة في مسجد اثر النبي في منطقة دار السلام، واللي كانت مطلة على النيل زمان وملاصقة للحائط الغربي للمسجد، وفي قلب الحجرة قبة، وعلى الحائط الجنوبي محربان غير مجسم صغير لشكل سفينة الأمير تاج الدين محمد. وخليني أقولك إن مفيش مصدر معتمد بيؤكد صحة نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم، أما باقي الآثار اللي تم التأكد منها فاتنقلت للحجرة النبوية في مسجد الإمام الحسين. مع المنطقة اللي ورايا دي كانت المفروض نيل، فكل المنطقة الجزء ده كان المفروض بيبص عليه. الجامع نفسه ده كان المفروض معمول ان هو على النيل على طول، بس يمكن بقى مع تطور الوقت والاحداث طبعا ما بقاش. الدكتورة سعاد ماهر اول عميد لكلية الاثار ذكرت في كتابها مساجد مصر واولياءها الصالحون ان هناك اثارا تعود للنبي الكريم كان في الاصل مملوكا لبني ابراهيم بمدينة ينبع، وتلقوها كميراث عن الاجداد، واشتراها وزير مصري مقابل 100,000 درهم، وده اللي ذكره ابن بطوطة. مسجد أثر النبي كان اسمه رباط الأثار، والرباط هو نوع من الأبنية العسكرية كان بيسكنهم المجاهدون اللي بيدافعوا عن حدود الإسلام، والمسجد على مدار سنين كان مأوى للفقراء. المسجد على مدار سنين تم تجديده أكتر من مرة، فبعد مرور 60 سنة بعد بنائه قام السلطان أشرف شعبان بتجديده وتوسعته، وبعده الظاهر برقوق، وبعد كده تم تجديده في عهد إبراهيم باشا الوالي العثماني سنة 1073 هجرية و 1662 ميلادية. وفي سنة 1809 ميلادية في أوائل حكم محمد علي باشا قرر محمود حسن تجديد المسجد مرة أخرى وإعادة ترميمه عشان يفضل جامع أثر النبي من أهم الأماكن الأثرية، وبيوضح ارتباط شعب مصر بآل البيت وتأثير الحضارة والدين الإسلامي في نفوسه. شكرا لك.